الابتكار والإبداع بوابة المستقبل، يحظى بكل الجهود اللازمة لتحقيقه هنا في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار في إمارة الشارقة. أصحاب إحدى شركات الأبحاث والتطوير خارج البلاد قادما اليوم إلى المجمع بحثاً عن تطوير مشاريعهم داخل الشارقة. احنا حابين نفتح شركة. شو النشاط؟ أبحاث مسجلة في بريطانيا، أبدا أبحاث في بريطانيا، وحابين نجيب الأساتذة. أول خطوة هي الجولة التعريفية، حيث ترافق موظفة المجمع العملاء في جولة تعريفية خاصة بالعملاء الجدد. تتضمن الجولة التعريف بالمرافق والميزات التي يحصل عليها عملاء المجمع. ومن ثم تجتمع الموظفة مع العملاء لمعرفة احتياجاتهم والوصول إلى الطرق الأمثل لإنجاح أفكارهم ومشاريعهم الابتكارية عبر الخدمات التي يقدمها المجمع. ثم تستمر الجولة للتعرف على مكاتب العمل التي يمكن للعملاء أن يمارسوا بها أعمالهم المكتبية. ثم ينتقل العملاء في جولة داخل مكاتب العمل القائمة لرواد الأعمال للتعرف على آلية العمل والخدمات المقدمة داخل المجمع. وهنا تبدأ الجولة في مختبر الشارقة المفتوح للابتكار، حيث يقدم المجمع من خلاله كل خدمات الإنتاج في مختلف القطاعات الصناعية، والتي تقدم للعملاء والمشتركين كل الحلول والأدوات لابتكاراتهم المختلفة. في أحد يساعدنا إذا احتاجينا مساعدة في السبورت؟ أكيد طبعاً، لأنه ومن ثم تنتقل الموظفة مع العميل لتطلعه على مساحة من أراضي المجمع المفترض تخصيصها لإنشاء المشروع الذي تقدم به العميل. ينتقل العميل بعدها إلى المجمع لتبدأ عملية الترخيص والإجراءات القانونية للبدء بالعمل. شكرا جزيلا.
نحن عندنا شركة بحوث في بريطانيا وانتقلنا إلى الإمارات، ووجدنا أنه البيئة مناسبة جدا في مركز الأبحاث في الشارقة، وأتاحونا جميع التسهيلات اللي احنا محتاجيها لكي نكمل بحوثنا. انتقلنا البحوث في معالجة المياه في الإمارات العربية المتحدة وتحديدا في الشارقة هنا، ونقوم الآن في أبحاث معالجة المياه المالحة الهيدروجين. هي تكنولوجيا حديثة وابتكارات جديدة، ونقوم الآن في بعض التجارب لكي إن شاء الله تكون هذه فاتحة خير لاستدامة المياه في الإمارات العربية المتحدة. المرحلة الأولى هو تجميع مياه أبراج التبريد من مركز الشارقة للأبحاث. هذه المياه موجودة في جميع المؤسسات تقريبا الكبيرة واللي تستخدم في تبريد أجهزة التبريد، فالمياه هذه طبعا ملوحتها عالية. المياه هذه سابقا كانت تذهب الى المصرف الصحي ويعاد تدويرها عن طريق معالجة المياه في البلدية، وثم يعاد استخدامها في الشارقة. طبعا هذا المي لو كان راح للصرف الصحي وإعادة تجميع يكون يعني بحدود تقريبا مو أقل من 2 ميجا واط من الطاقة كانت صرفت عليه فقط لإعادة تدويره، والآن احنا قمنا بإعادة تدويره ووفرنا هذه الطاقة. سكر خلاص. المرحلة الثانية إن شاء الله راح تكون مياه الآبار، ملوحاتها تكون أعلى. قوم الآن في تركيب المعدات وتصنيعها داخل مركز الشارقة للبحوث. والمرحلة الثالثة إن شاء الله بإذن تعالى سوف نعالج تحلية مياه البحر، وهي مياه جدا مالحة فيها مشاكل كثيرة معالجتها، وإن شاء الله بإذن تعالى بالابتكارات والتكنولوجيا الجديدة في الهيدروجين سوف نقوم معالجتها وإعادة تدويرها بالكامل. وايضا نحن الان في صدد بحوث مع مؤسسات جامعيه في الامارات لتحويل هذا الماء الى وقود، وهو بمبدا معروف باور تو ليكويد، وان شاء الله يكون لدينا مصادر طاقه متجدده في المستقبل في اماره الشارقه الحبيبه. لتتحول بعدها الفكرة إلى واقع. Now this what you're seeing, these are green magic combs. That is, these are made up of mainly FRP panels. We build like these structures. It has an earth sheltering effect. That is, on these FRP panels, we put sand and soil and grow grasses. So this has a naturally insulating effect. So it has a cooling effect. And so it less AC consumption in these structures. And it is also nature friendly. We also have your windmill that is mainly used for power generation. That is, it converts the wind energy to electricity, which can be used for the farm purposes. كما أن ألواح الطاقة الشمسية هذا تغذي المزرعة الداخلية بمعظم الطاقة التي تحتاجها، حيث أن استهلاك الطاقة هناك قليل نسبياً ويعتمد على الطاقة المستدامة بشكل أكبر. This you can see, this is a desalination unit. That is the
that is underground water, that is a borehole water, which is full of salts. It passes through these panels and it is converted into distilled water. We can use this distilled water that has no salts. You can use it for various purposes, like as agriculture purposes, drinking purposes, and household purposes. As you know, you're in Merlin Farms. This is under the company of Merlin EcoGreen Technologies, and we are located in Sharjah Research Technological and Innovation Park. This is an indoor vertical farm, and it's an aquaponic farm, that is in fish water to grow the plants. Fish waste act as nutrients for the plants, and you can see, as this is a soilless farming, so we are growing plants in without soil in fish water. In these pipes, fish water is running. That is, the fish waste is growing these plants. And the plants will take up the fish waste and clean up the water. And the clean water goes back to the fish tank. So it is naturally recycling. So that is less wastage of water in this type of agriculture. And here we have grow lights. As it is an indoor, so we have grow lights to provide the function of sunlight. These are grow beds. Here we have mainly spearmint, kale, all you can see. These are grow beds. We are growing here spinach, and I would like you to take the fish tank where I'll show you the process. Please come. This is the fish tank. That is, we culture the fishes in this tank, and as you can see, we feed the fishes and the fish release the waste. This waste, this water goes to the swirl filters where the sediments, solid waste, get deposited down. And the clean water goes back to the plants. And these solid waste, again, we churn it with nitrifying bacteria and convert it into compost tea. And this is also fed to the plants. So the plants will take up all the fish waste and the clean water comes back to the fish tank. So it is naturally recycling, and there is less wastage of water and also less usage of water. You can see here fish. We are mainly growing here koi, tilapia and golden fish. As you know, tilapia is edible, so we get from this both the plant product as well as the fish product. This is the concept of aquaponic farming. We first sow the seeds in germination trays, and once the seedlings are of certain height, we transplant them into these pipes, and then they grow, and then we harvest the lettuce. Here we are mainly growing leafy greens, lettuces, spinach, and also some kale, arugula, and all this leafy stuff we are mainly growing. We are also focusing on growing of strawberries, and also we are trying to grow some flowering plants. We have rose. We are trying to grow rose here indoor and see how it is growing. It's growing very well. We are waiting for the flowering now. And we also provide aquaponic solutions. We help in building like this aquaponic farms, and also we have completed providing workshop to school children, completed the workshop for school kids also. بالعودة إلى مختبر الشارقة المفتوح للابتكار، هنا تقدم خدمة اشتراكات شهرية للرواد والطلاب بأسعار رمزية للمشاركة في ورشات تدريبية إبداعية أو لاستخدام خدمات المجمع للمشاريع الإبداعية. شو تسوون؟ شو أباكم تسوون؟ لفوا عدد كلكم. الأسود والأحمر. يلا. منو أسرع واحد؟ أبغى أشوف منو أسرع واحد. يشرف على ورشات التدريب مدربون مختصون من مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار.
before they interchange the pieces left and right. Okay. Yeah, just like that. So this one and that. Yes. And هذا عمر أحد أصحاب الأفكار الإبداعية التي احتضنها مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار وساعده في تطويرها وتحويلها إلى مشروع ناجح على أرض الواقع. حالياً اللي بنعمله في هذا المركز سويلاب عبارة عن خرائط دول وخرائط العالم، المواد مختلفة سواء كانت خشب، جلد الجمل أو مرايا. نقدر نعمل أي تصميم تاني غير هالبلاد وغير الخرائط. الأشياء الثانية بنعملها برضو بنجمع رمل من حوالين العالم. شيء ثاني اللي هو الملابس، سواء كانت ملابس خاصة في الثقافات العربية أو الأجنبية بطريقة فنية أكثر. يعتبر مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار الداعم الرئيسي لتطوير الأفكار الإبداعية الناشئة. إضافة إلى دعم وتمويل الأفكار والمشاريع الجاهزة للتنفيذ. وأيضاً دعم الشركات العالمية لتنفيذ مشاريعها وتطويرها. وأحد أهم هذه المشاريع عربات النقل المعلقة. То есть человек комфортно себя чувствует, когда он добирается до работы, до места отдыха, там, до рынка, магазина, в течение полчаса. Но когда возникли пробки, когда стал коллапс транспортный, то скорость упала передвижение и упала меньше, чем скорость пешехода. И чем дальше, тем проблема это будет только усугубляться, потому что строительство новых дорог – это будет просто отниматься новая земля, будут возникать новые пробки. Строительство там мостов, путепроводов, развязок тоже не решает эту проблему. Если люди пересядут с автомобиля обычного, с двигателя внутреннего сгорания на электромобиль, это тоже эту проблему не решит. А вот струнный транспорт, New Sky, решает эту проблему. Поэтому все города могут перейти на транспорт второго уровня. Мы можем пройти над дорогами, мы можем пройти над застройкой. И ту землю, которую сейчас закатали в асфальт, можно вернуть жителям каждого города. И мы уже построили первую линию, она уже больше года эксплуатируется. И вот там вот такой вот юникар ездит, который, правда, сделан в VIP-исполнении, а здесь в обычном, для, как общественный транспорт. Это шестиместная машина. То есть это как, ну, джип или там микроавтобус, так. Скорость 150 км в час и до 150 км в час. И нам ничто не мешает развивать такую скорость, потому что нет пробок, нет перекрестков, нет пешеходов, которые перебегают дорогу или там надо зажигать красный свет, чтобы пешеход перешел дорогу. У нас этих помех нет. Поэтому этот транспорт будет самым скоростным, даже более скоростным, чем метро, которое поднято над землей, либо под землей находится. First of all, these capsules, we call it U-car. And these cars are fully equipped with artificial intelligence. They are fully automatic electric vehicles. Need not to touch anything. The vehicles sense themselves on their own. They can control themselves. They know where to stop. They know when to move. They will drop you on your destination safely at any point of time. Thank you.
And if you are here from operator room, you can see and monitor everything like positioning systems, electro-drive systems, cooling systems, hydraulic systems, acceleration and deacceleration, braking of the system. You can monitor if there is any emergency, you can monitor everything from here. There are layers of safety. Let's assume one of the motor of the vehicle is not working. There is malfunction. The vehicle will go in a limited speed mode and it will go nearest station on its own. Nobody need to worry of anything. In case all four motors are gone, nothing is moving, in that case you can see there are pins of front and rear side of the vehicle. They are male and female. As first vehicle will be stopped, from the back side there will be another vehicle and grab it from those pins. We call it emergency towing systems, and it will either drag it to the rear station or push it to the front nearest passenger station. And the third thing, in case of fire, we have a fire extinguisher system. We have two independent systems, front and rear. We have two fire extinguishers for both of the systems and a fire extinguisher inside the cabin for the passengers. We consider safety in every small instance. So machine will be control everything. It will be artificial intelligence. It will be controlling the vehicles. So no need to worry about human error. And the transportation track. These tracks, we give a guarantee of 100 years. Of course, we will do some maintenance, and that is why we can consider this is one of the safest transportation system using advanced technology of future. Потребляем электрическую энергию, и благодаря тому, что эффективность движения у нас выше, мы на ту же транспортную работу будем потреблять в 5 раз меньше энергии, чем традиционный электромобиль. То есть мы намного энергетически эффективнее в разы. И поскольку движение нашего транспорта осуществляется над поверхностью Земли, то наши дороги не отнимают. То есть у нас, значит, ниже гораздо ресурсоемкость, материалоемкость. А с этим связана и стоимость. Поэтому стоимость наша, поскольку материалоемкость снижена в разы, даже если сравнить с традиционными, допустим, автомобильными эстакадами или же дорожными, то материалоемкость снижена где-то в 10-20 раз. И, соответственно, мы дешевле, чем любой другой транспорт, который идет в эстакадном исполнении. هناك عدة أنواع من عربات النقل المعلقة من حيث الحجم والسرعة وعدد الركاب الذي يتراوح من راكبين إلى 72 راكب للعربة الواحدة. إضافة إلى عربات خدمات الشحن التي تتراوح أوزان حمولاتها من 25 إلى 40 طناً. И когда 4 года назад я встречался с его высочеством, правителем Шаржи, и рассказал об этом проекте, ему так это понравилось, что он выделил нам 28 гектаров земли вот в Стрипе. И вот мы постоянно чувствуем как раз вот эту вот заботу о нас и такое отношение очень хорошее и со стороны его высочества правительства, и со стороны руководства Стрипа. Поэтому я выражаю им благодарность за эту помощь и поддержку.